السلام عليكم ورحمة الله، معكم هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليد ورك. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم في الرسمة دي. هبدأ في الفرونت بلان سكتش وهرسم دايرتين. أول واحدة قطرها 60 مللي والتانية 40 مللي، وأبدأ بعد كده فيتشر اكسترود في الميد بلان على 20 وأقوله صح. هبدأ بعد كده فرونت بلان تاني سكتش، هرسم من هنا لاين كده بالمنظر ده، وبعد كده هرسم نص دايرة ولاين تاني بالمنظر ده. طيب أول لاين ده هيكون تانجنت هنا، تمام، والمسافة بتاعته من هنا لحد هنا المسافة دي هتبقى 50، وهقول ان النقطة دي كنترول مع دي مع دي يكون فيرتيكال، ومعايا هنا راديوس هنا ار 15، والنقطة دي مع دي يكون هوريزونتال، او اللاين ده يكون مع ده تانجنت. هوريزونتال كده، الدايرة دي تكون تانجنت مع ده وتكون تانجنت مع ده، ومن هنا لهنا يكون هوريزونتال، والمسافة دي 100، المسافة دي 50، تمام، والراديوس ده قطرها 15، لا قطرها 30، واعمل الترم بتاعي. بالمنظر ده واخد هنا convert entities واقوله trim بالجزء ده، واعمل center line هنا كده. بس قبل ما اعمله هرسم هنا دايرة تانية قطرها 14، وهقول له ميرور لكل ده كده about center line ده واقول له صح. بعد كده فيتشر اكسترود الميد بلان على 10 مللي واقول له صح على كده. هبدا بعد كده احط ماتيريال، اديت ماتيريال، خليها ستانلس 304، ابلاي كلوز، واغير هنا بلين وايت. ولو جيت في ايفالويت هلاقي ان الماس بيرس بتاعتها الكتله بتاعتها حوالي 433 جرام. وده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال او استفسار يقدر يبعت لنا صفحتنا على الفيسبوك ليرن سود وركس عربي، وارقام تليفوناته والايميل موجودين اسفل الشاشه. شوف دروس جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.